بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد وعد مشانه، خلق الخلق لحكمة، وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تقوم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وبرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا، قضى باندشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكرار بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور، ومرى الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الغصن أعلى مقامي،
وتناهى في مجده وتعالى. لاعبته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.